صباح الخير جميعا. احنا النهارده في مقر نقابه الصحفيين وبمبادره من تجمعات نسائيه تمثل المراه المصريه وتمثل نفسها. جئنا تحت عنوان نساء مصر يجددنا التفويض. نساء مصر يجددنا التفويض للقوات المسلحة وللشرطة المصرية من أجل اجتثاث جذور الإرهاب في مصر. النهاردة إحنا في مرحلة فارقة من عمر هذه الدولة وعمر هذه الأمة. أصبحنا اليوم نواجه الإرهاب المتمثل في كل بؤرة في مصر وربما في الوطن العربي كله. هذه المرحلة الفارقة ليس فيها مجال أبداً للولاءات المزدوجة ولا المواقف الغائمة ولا المواقف البين. في هذه المرحلة كل الأمور اتضحت. يسقط منا من يسقط كل يوم ونقول له مع السلامة، ويصعد إلينا من يصطف في صفوف هذا الشعب العظيم الذي خرج على مدى أكثر من عامين وأسقط ثلاث سلطات. ما زال هذا الشعب يقاوم الإرهاب ويعرف أن معركته مع الإرهاب لا تقل أبداً، بل ربما تكون أخطر من معركة مع العدو الاستراتيجي المتمثل في إسرائيل. هذا الشعب يعرف بحسي وبيقيني وبجينات الحضارة الكامنة فيه أنه يقاوم اليوم المشروع الأمريكي كله في مصر والشرق الأوسط. لا مكان اليوم لأيدي مرتعشة ولا روح مترددة ولا أي ملمح من ملامح النقوص أو التراجع. لا مكان اليوم لولاء مزدوج ولا لغيام في الرؤية ولا لعدم وضوح في أي موقف. النهاردة إحنا بنقول يا روح ما بعدك روح، والروح اللي دبت في الشعب المصري هي روح مقاومة، روح بيقول فيها إنه بيمتلك قراره وبيمتلك إرادته وبيواجه أعتى الدول التي ورثت الاستعمار القديم. صحيح زي ما اتقال امبارح أن الهجمة أكبر من إمكانيات الدولة المصرية، لكنها ليست أكبر من إمكانيات الشعب المصري. هذا الشعب العظيم سوف يتصدى لهذه الهجمة الإرهابية التي تطل عليه من الداخل ومن الخارج، وسوف يخرج منها منتصرا كما انتصر في معارك سابقة. هذه الهجمة تذكرنا اليوم بهجمة 56 التي ربما أعداد ملايين من أبناء الشعب المصري لم يروها، عندما تحالفت ثلاث دول، دولة كبرى كانت تمثل الاستعمار العالمي ودولة مهمة ودولة قامت بدور وظيفي. والنهاردة أيضا إحنا بنواجه هجمة من ثلاث دول، دولة صغرى لا يمكن أن ينظر إليها إلا أنها سفارة أو قاعدة في المنطقة، ودولة مهمة كانت تتطلع لدور إقليمي في المنطقة، ودولة كبرى ترس الاستعمار العالمي القديم. والذي حدث في مصر أنها أفشلت هذه الطبخة كلها. إحنا النهاردة في مواجهة هذا العدوان الثلاثي المتمثل من دول استعمارية قديمة وجديدة ودولة تقوم بدور وظيفي وتتمركز في المنطقة، وهي عبارة عن قاعدة تدير المشروع الأمريكي كله. البيان الذي جاء تحت عنوان نساء مصر يجددن التفويض
تلقيه عليكم الأستاذة فريدة النقاش باللغة العربية، وتلقيه الأستاذة سوزان عصمت باللغة الإنجليزية، وتلقيه الأستاذة حياة الشيمي باللغة الفرنسية، ثم نبدأ المؤتمر. صباح الخير جميعا. قبل أن أقرأ البيان، سوف أطلب إليكم إلينا جميعا أن نقف دقيقة تحية لأرواح الجنود الشهداء الذين سقطوا صباح اليوم في رفح. تفضلوا. نساء مصر يجددن التفويض للجيش والشرطة لاكتساس الإرهاب. نعلن نحن النساء المصريات الموقعات على هذا البيان نيابة عن منظماتنا وعن أنفسنا تأييدنا غير المشروط للإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وهما اعتصامان مسلحان كما كان يعرف المصريون جميعا. هبدأ من الأول عشان أنا قصيرة وجابوا لي حاجة عشان تطولني. نعلن نحن النساء المصريات الموقعات على هذا البيان نيابة عن منظماتنا وعن أنفسنا تأييدنا غير المشروط للإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، وهما اعتصامان مسلحان كما كان يعرف المصريون جميعا، وكما تكشف للكافة بعد ذلك حين بادر المجرمون بإطلاق الرصاص الحي على ضباط وجنود الشرطة، واستغلوا في ذلك كرم وزارة الداخلية وصبرها واتباعها لكافة السبل السلمية والقانونية في عملية الفض. فوزارة الداخلية لم تبدأ بإطلاق الرصاص ووفرت ممرات آمنة للخروج، ولقد سبق للقوات المسلحة أن عرضت على الرئيس المعزول أكثر من مرة حلولا سياسية لم يقبل بها. لقد تعرضت بلادنا بعد الموجتين الثانية والثالثة من ثورة 25 يناير 2011، في 30 من يونيو 2013، والسادس والعشرين من يوليو 2013 أيضا، إلى أكبر عملية ابتزاز مسلح قامت به جماعة إرهابية لا تعرف حرمة الدماء ولا الولاء للوطن، بل إنها تنفذ مشروعا أجنبيا جهنميا نسجه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتعاون الوثيق مع عدة مخابرات أجنبية همها الأساسي حماية كل من إسرائيل والمصالح الأمريكية والغربية عامة في المنطقة. وقد وجدت في حكم الإخوان سندا قويا لها تحميه ويحميها. نحن الأمهات المصريات وقد كنا فوضنا قواتنا المسلحة والشرطية لتصفية البؤر الإجرامية المسلحة في البلاد، نعود ونجدد التفويض لإزاحة الكابوس الذي جثم على أنفاسنا واستئصال الإرهاب من الجذور وحماية الأمن القومي لمصر الذي يتربص به هؤلاء الذين كانت مصر قد حررت نفسها من التبعية والخضوع لهم من الاستعماريين وحماة الاستعمار. ولا يخفى علينا ونحن نجدد التفويض أن هناك محاولات مستميتة من قبل التنظيم الدولي للإخوان، وهو يتحدث عن شرعية مزعومة سبق أن أسقطها الشعب ثلاث مرات، أن يحول مصر إلى سوريا أخرى ويحطم الجيش المصري وهو أقوى جيوش المنطقة، لتحظى إسرائيل بمحيط نظيف وآمن على حد زعمها، ثم تمضي أمريكا في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد
بتحويل المنطقة إلى دويلات طائفية إسلامية ومسيحية سنية وشيعية علوية وكردية، لتبقى إسرائيل دولة يهودية خالصة طبقاً لطموحها في محيط من الدول الدينية والطائفية المتصارعة. ولكننا على ثقة أن مصر التي طالما كانت مقبرة للغزاة عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين، سوف تكون هي أيضاً مقبرة مشروع الشرق الأوسط الجديد. وستعود مصر بعد الانتصار على الاحتلال والاستعمار الإخواني الداخلي إلى دورها الريادي في المنطقة بعد أن تنفلت كلية من التبعية لأمريكا، وسوف يكون النصر لنا وإننا على استعداد لبذل كل التضحيات المطلوبة من أجل هذا النصر المؤزر. عاشت مصر حرة قوية بجيشها الوطني رائدة بأبنائها الأحرار.